تعال نشوف لجنة الإعلام بمجلس النواب. لجنة الإعلام بمجلس النواب تترأسها الدكتورة دورية شرف الدين، فتحوا ملف مهم وهو مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية. واللجنة في توصياتها أوصت بالآتي، أو جزء من هذه التوصيات كان تشكيل لجنة برلمانية حكومية، يعني الاثنين، لمراجعة وضع الاستراتيجية الخاصة بحماية الأطفال من خطر الشبكة العنكبوتية. خلوني هنا أسأل سيادة النائبة أميرة العدلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم أيضا بمجلس النواب، وهي المهتمة جدا بالموضوع بتاع حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية. ازيك سيادة النائبة أميرة؟ مساء الخير يا يوسف، عاملة إيه؟ وأهلا بيك وكل المشاهدين. الحقيقة موضوع حماية الأطفال من أخطار الإنترنت ده موضوع شاغلني من فترة طويلة. صحيح. وخليني بقى أحكي لك الحكاية من الأول. أرجوك. يعني بداية كده، أنا كل الناس كانت بتستغرب إن أنا من خلفية سياسية فليه مهتمة بملف الأطفال، والحقيقة إن ده ملف المستقبل. يعني إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على الأطفال، إحنا بنتكلم عن مستقبل هذه الدولة. الأطفال النهاردة غير الأطفال من 20 سنة ومن 30 سنة ومن 10 سنين، بيتعاملوا طول الوقت. مش هتلاقي طفل في مصر في كل حتة، حتى في القرى والنجوع، اللي معهوش جهاز بإيده عليه إنترنت، فبيروح سايبر بيتعامل مع وسائط مختلفة. صح. فإحنا بنتكلم إن إحنا عندنا أطفال من سن 5 سنين ومن سن 6 سنين ولحد ما بنتكلم ل 18 سنة بيتعاملوا مع الشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت. بيتعرضوا لإيه؟ الحقيقة إن إحنا ما عندناش بيانات، وده كان جزء من المشكلة اللي أنا شفتها وأنا بعمل ريسيرش عن الموضوع. يعني لما بدأت الحوادث، إحنا فاتحين الملف ده في مجلس الإعلام من سنة، لما بدأت الحوادث بتاعت لعبة شارلي وقبلها الحوت الأزرق والحالات اللي حصلت، أنا بدأت أشوف هو إحنا عندنا المشكلة فين؟ بدأت أدور على أرقام ما لقيتش. لقيت مثلا في أوروبا وفي أمريكا عندهم بيانات وإحصائيات إن الموضوع بس مش بيأثر على فكرة إنه إيه الحاجات اللي بيتعرض لها أو المحتوى اللي بيدخل للطفل، لا ده بيؤدي لانعزال، بيؤدي أحيانا للانتحار، حالات الاكتئاب، غير يعني أمراض كتير متعلقة بالصحة النفسية غير الأمراض المتعلقة بالصحة البدنية. فإحنا بقى عندنا تأثير ليه علاقة بالمحتوى اللي بيدخل للولد وتأثيره على نفسيتهم وعلى أفكارهم وكمان على كمان صحتهم الجسدية، سواء بقى الفقرات بتاعة الظهر، سواء عينيهم، أمراض كتير لا تتخيلها. هل إحنا عندنا، أول سؤال أنا سألته وكان في اجتماع اللجنة الأول، هل إحنا عندنا أرقام وبيانات؟ الحقيقة أنا ما لقيتش. هل الجهات اللي موجودة واللي كانت حاضرة، اللي منها التربية والتعليم، اللي منها وزارة الصحة، اللي منها الشباب والرياضة، اللي منها مجلس الجهاز القومي للصلاة، في أرقام؟ لا، ما لقيتش أي أرقام. طب اكتشفت في وسط ما احنا في الاجتماع ان في استراتيجية معمولة من الجهاز القومي للاتصالات لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، يعني لسه ما تمش إطلاقها. طب هل هذه الاستراتيجية مبنية على بيانات وتحليل معلومات؟ الحقيقة لا. طب أنا ببني استراتيجية وبحط وسائل دفاع وبطور مناهج من غير ما يبقى عندي رصد لحال الطفل وما يتعرض له، نوع المشاكل اللي موجوده، انا كده مش هقدر كمجلس نيابي وحتى كمواطن ان انا اقول الاستراتيجيه دي نجحت ولا ما نجحتش. انا ما عنديش وسيله لقياس انا عندي عدد حالات قد ايه، عندي مشاكل من نوع ايه، تصنيفها ايه، الفئات العمريه ايه، عشان اقدر اقول انا نجحت ولا ما نجحتش. فأي استراتيجيات أو أي برامج بتتحط من غير ما يبقى ليها أرقام وليها بيانات، فإحنا بنتكلم في أحلام وأمنيات فقط لا غير. المشكلة الثانية ما كانتش بس في الاستراتيجية، كانت كمان إنك بتتفاجئ إن كل جهة بتشتغل لوحدها وعندها أفكار مختلفة عن الجهة الثانية وبتطبقها. ويمكن في السياسة إحنا تعلمنا إن بيبقى في حد واحد بيحط الفيجن، بيحط الرؤية وبيحط الاستراتيجي وبيرسم السياسات، وفي جهات أخرى بتنفذ. لكن اللي اكتشفته إنه كل حد، كل جهة من اللي موجودة عندها أفكارها وعندها البرنامج بتاعها وعندها الطريقة اللي بتشتغل بيها.
من غير ما يبقى في تنسيق ما بين كل الموجودين. وللاسف يعني كانت جزء من المشكله في المره الاولى وفي المره الثانيه اللي اضطرتنا ان احنا يبقى عندنا توصيه بتشكيل لجنه، انه انت بتسمع طول الوقت انه كل حاجه تمام، تسمع من وزاره التربيه والتعليم ان انا عندي 55% من المدارس في مصر فيها مسرح مدرسي، فاللي هو انا بتوقف وانا عضو لجنه التعليم وشايفه بقالي 3 سنين المدارس الحكوميه شكلها وحالها عامل ازاي، واحنا عندنا 55% من المدارس الحكوميه في مصر فيها مسرح. يعني مبادره احياء المسرح المدرسي مبادره عظيمه ومبادره هائله ويا ريت تستمر وتحقق نتائج وتبقى افضل من كده مليون مره. لكن السؤال، هل احنا عندنا 55% من المدارس اللي موجوده فيها مسرح مدرسي؟ يعني او بيمارس فيها نشاط المسرح؟ انا اعتقد انه لا. فانت طول الوقت بتسمع برامج وبتسمع انه بيتقال لك ان احنا نفذنا 1 2 3، بس انت مش شايف اي نتيجه ملموسه على الارض. فكان جزء من التوصيات في المره الاولى انه المجلس القومي للامومه والطفوله يتولى الملف ويعمل ورشه عمل، خرجنا منها بمجموعه من التوصيات وده تم بالفعل، واشتغلنا على مدار ال7 شهور اللي فاتوا. ولما جينا في اللجنه نعرض بقى التوصيات ونعرض جهود نسمع من الجهات اللي كانت حاضره قبل كده حققت ايه، لقينا نفسنا واقفين برضو عند نفس النقطه ان كل جهه ما زالت بتعمل لوحدها بشكل منفرد، ان احنا لسه عندنا نقص في البيانات وفي الارقام، ان احنا لسه ما عندناش توصيف للمشكله. صحيح اتقدمنا اكتر من خطوه، ما احناش لسه واقفين في مكاننا، لكن لسه مش قادرين نوصف المشكله بشكل صحيح ونكرس كل امكانياتنا عشان نقدر نتعامل معاها ونحلها، لان مش الحل دايما الحجب والمنع. وانا فاكره كلمتك في الاجتماع الاولاني لما قلت ان الولاد النهارده هم عندهم 6 سنين و7 سنين بيقدروا يفتحوا في البي بي ان اي برنامج واي ابلكيشن واي لعبه هي محبوبه هيقدروا يوصلوا لها. فالحل دايما مش في الحجب او المنع، هو الحل ان انا ابقى عارف انا مشاكلي ايه وابقى عندي البرامج اللي ليها علاقه بالتوعيه وبالتاهيل وهتعامل مع الامراض اللي موجوده دي ازاي وهرفع نسبه الوعي ازاي وهعلم الولاد ازاي يبقى عندهم استخدام امن وحمايه للبيانات الشخصيه. لازم يبقى عندي ده، لو انا ما عنديش ده انا مش هقدر اسيطر. واحنا يمكن شفنا من فتره يعني من 2 أو 3 كان في جلسه في الكونجرس الامريكي، كان فيها المسؤول عن ابلكيشن تيك توك كان بيتسال في الكونجرس الامريكي عن البرنامج. هو الخطر مش بس بنتكلم على الدوله المصريه، لكن هو الخطر بيواجه كل اطفال العالم ده 100%. كل دوله بتتخذ التدابير الخاصه بيها والبرامج وبتعمل استراتيجيات ويبقى عندها بيبقى عندها منهج في التعامل مع الموضوع في شكل سياسات، بالسياسات دي بيتم تنفيذها من كل الجهات اللي موجوده. طيب أميرة، يعني أولا أنا بشكرك جدا 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 على الاستفاضة، خليكي معايا تقفليش، على الاستفاضة في هذا الموضوع وإصرارك على المناقشة من ساعة ما بدأنا المناقشة في الجلسة الأولى حتى الجلسة اللي مش هقول عليها الأخيرة ولكن الجلسة الثانية اللي اتكلمنا فيها في ده. وأنا أقدر أقول أنه أميرة ويوسف ونواب كتير جدا موجودين جوه المجلس، احنا ما احناش من انصار فكره الحجب والمنع في المطلق، لانه اي حجب ومنع دائما له باب خلفي تقدر الناس تستخدمه، فدايما يجب ان يكون لدينا بدائل وحلول. اول سؤال بفكر فيه معاكي بصوت عالي يا اميره بعد اذنك، هو انا ليه ما عنديش ارقام واحصائيات؟ يعني احنا طول الوقت عاملين بنلف جوه الحلقه بتاعه اين الارقام والاحصائيات، فيقولوا لنا اصل احنا ما عندناش ارقام واحصائيات، فانا سؤال ايوه ما عنديش ليه يعني؟ انا مش لاقي اجابه. ده سؤال بيطرح نفسه زي بالظبط فكره الحجب والمنع، فتكتشف مثلا ان الصين اللي حاجبه فيسبوك ان اكتر لغه مستخدمه بعد الانجليزي على فيسبوك هي اللغه الصينيه. ما بتجيبش نتيجه. فتيجي تسال برضو على الارقام فتلاقي ما فيش ارقام، فما هي ليها حاجه من الاثنين، يا اما الارقام موجودة واحنا ما بنقولهاش للجهات او الجهات ما بتطلبهاش، ده جزء، يا اما احنا مش واصدين ومش حاسين بخطورة الموضوع، يعني ما بنشوفش ان الانعزال ده مرض، ما بنشوفش ان الاكتئاب ان الطفل ممكن يبقى عنده اكتئاب، ان ممكن الانترنت يأثر على الطفل ويخليه انطوائي او يزود التوحد عنده. في نواحي ايجابية كتير من استخدام الانترنت
لكن في اثار سلبيه كتير من استخدام الانترنت. لازم نقيس حده العنف، هل الاطفال اتاثروا بالعنف لدرجه ايه؟ كل ده واعتقد وانا قلته يمكن في اللجنه في المرتين وفي الورشه بتاعه العمل اللي كان عاملها المجلس القومي للامومه والطفوله، انه احنا محتاجين تعاون، ان احنا نفتح الباب لتعاون المجتمع المدني، المنظمات والجمعيات اللي بتشتغل في مجال الطفل، لان ما زال الامر مسيطر عليه عقليه الموظفين، موظف الحكومه اللي بيتعامل مع الموضوع بطريقه انه نطلق استراتيجيه وبعدين مش مهم بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، هننزل نعمل حفلتين في المدرسه، هنعمل ندوتين للولاد، فاحنا كده رفعنا الوعي والامور بقت تمام. فاحنا محتاجين يبقى في مساحه اكبر في الموضوع ده بشكل كبير، ويمكن العالم بره معتمد على ده، للمجتمع المدني يشتغل اكتر، انه يمد ايديه اكتر. محتاجين، وده اكتشفته برضه في الورشه لما جيت اسال البحوث الاجتماعيه، احنا عندنا ابحاث في الموضوع، فقالوا لي احنا لسه هنشتغل عليه. فانا كنت مندهشه جدا ان هو وانا عندي الحوادث بتاعت العنف بتاعت الاطفال وعندي تاثير الالعاب الالكترونيه عليهم، وانا لسه ما اشتغلتش على الموضوع. هو انا مستني يبقى عندي كام حاله زي تشارلي وزي غيره وزي غيره عشان خاطر اتحرك وابدا اعمل بحث وابدا اقيس واجيب عينات واشوف عندي نسب قد ايه واطلع ارقام واطلع توصيات. فالازمه انا شايفاها من وجهه نظري بعد ورشه العمل والجلستين ليها اكثر من شق. شق ليه علاقه بانه احنا محتاجين نفتح مجال اكبر للمجتمع المدني انه يشتغل في الملف ده طبعا، ونشوف التجارب الدوليه في شكلها عامل ازاي، وانه يبقى في جزء بحثي، واحنا عندنا معاهد بحثيه كتير تشتغل في الاطار ده وتطلع لنا توصيات ومنتجات، غير ان في جانب مهم احنا في الجزئيه دي احنا محتاجين نعتمد عليه وموجود، امانه الصحه النفسيه اللي في وزاره الصحه. ده مهم قوي قوي قوي. أميرة أنا عايز أشكرك أولا، كل الشكر ليكي سيادة النائبة أميرة العدلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب.